لا لكل ذي حق حقه. بعدا كاينه قضيه، العمال المهاجرين ملي كيجيو في الصيف، المشكل كيتصادفوا ان الاداره جلهم عطله. كاين العطله القضائيه، كاين يبغي يقضي غرضه في المحكمه، عنده مشكل، باغي يتزوج، باغي، المهم ها مشكل. كاين بعض الناس في الاداره وخصوصا لما كيدخلوا ديك قاعه الانتظار كتسمع. ما كاين هاد الشيء، ما كاينش اللي ما جربش هاد قاعه الانتظار. تصور واحد كيتسنى، ها في الاخر جاو عنده قال له نزل نزل نزل، راه المدير غير ركب في السياره، سير سير على الله طلبوا طلبوا حقك وطلبوا. ها انت نزلتي كاع عند المدير في السياره، سيد المدير اجاك شي كاين ياك لاباس؟ لا لا ماشي هنا، لا 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 عندي اداره طلع الفوق. هذا سلوك. كتلقى بعض الادارات كما قلت مشكله. تصور مواطن تلف مشى لواحد الوزاره قالوا له لا ماشي هنا، غتمشي الاداره الفلانيه. جا الاداره الفلانيه قال لهم عافاك بغيت نشوف المدير على واحد المشكله، صفتوني من الوزاره. صفتوك من الوزاره؟ صفتوه من الوزاره، هو صفتوه من الوزاره هي. قالوا هل المدير سيدي راه واحد جا صفتوه من الوزاره. المدير حل الباب قال له فين هو اللي جا من الوزاره؟ فين؟ قال له انا سيدي انا. قال له تفضل جلس. مرحبا مرحبا اتاي عطي السيد اتاي كعيك عاد تفضل. الراجل مسكين اي الله يجازك بخير بارك الله فيك. قول قول كعيك عاد اي الله يبارك تكاكا عليا مع راسك الله يبارك. الراجل مسكين كعيك عاد ايه بخير الوزاره جيتي من الوزاره؟ قال لي ايه. قال له شكون اللي صافتك؟ قال له الوزاره. قال لي ايه شكون اللي صافتك لعندي؟ قال لي والو غير مشيت لتما يتحابني واش تما؟ وقالوا لي لا راه هنا. اها ما كتعرفش الوزير؟ لا. قال لي لا. وشكون اللي دوا معاك؟ الشاوش هو اللي صافتني من الوزاره. اه غير نعت لك ايه حطتي حط كويكات خرجوا عليا هذا خرجوا عليا هذا. ها السلوك اللي بعده ما عارف. كاين سلوكات خطيره. ناخذوا المقاطع. تصور واحد جا باغي وتصوروا هذه شهاده الحياه شوف شحال زوينه بلي هو حي راه عندنا. ايه السلام عليكم. نعم زيد بارك الله فيك. اجاك شي زيد بغيت شهاده الحياه اللي كنت ايه راه لي انا. ها لاكارت مزيان وانت هو هذا كيزوروا خاصك تكون تصويره وباش عرفت بلي انت هو هذا خاصك تجيب لي شهود بلي انت هو هذاك وخاصك تجيب شهود بلي انت حي. الحمد لله دابا راه غيديروا واحد الكارطه هنا فين خمو ايه فيها كل شيء دابا يلا وصلت ايه سبحان الله العظيم. تصور واحد اخر جا لدار خليفه ايه داخل باغي يشوف القايد الا مخزني حاضي غير الطالون ديال الصباط الا كان الطالون ملحوس مهلوك كيعرفوا غادي غير على رجليه حتى الطوبيس ايه مهلوك سالي كيقولوا لا لا ما كاينش المظاهر خص الصباط يكون كي الناس تطورات خص يكون داكشي لوكس يكون تصور واحد جاي يشوف القايد المخزني دار فيه قال له شد الصف شد الصف دارها لقى راسو بوحدو قلت لك شد صف صرف 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 المواطن بوحدو قطع هي ما يتسنى هو حل الباب على
القايد قال له القايد اش الفوضى؟ قال له دفعوني دفعوني. كيف؟